الفرصة لا تأتي مرتين، علشان كده لازم نتعلم ازاي نستغل الفرصة لما تيجي قدامنا وما نسيبهاش نضيع، ما تسيبهاش نضيع عفوا، ما نسيبهاش تضيع بالتردد او لان احنا مش جاهزين او لان احنا في حالة تردد، استنى الفرصة اللي بعدها، استنى يمكن الفرصة دي مش قد كده. الفرصة اللي تجيلك لازم تاخدها على طول، ولازم تتعامل معاها بذكاء وفكر متفتح عشان تعرف تتعامل مع ظروف الفرصة، لان كل فرصة كمان ليها ظروف مختلفة عن الفرصة اللي قبلها. خليك دايما في حالة استعداد وتأهب، ولازم يكون عندنا فكر مرن متفتح نقدر نتعامل بيه مع الفرصة. ولا ايه رأيك يا شيماء؟ اكيد يا ريهام، زي ما قلنا القصة في البداية هو الباب كان مفتوح، لكن هو قال له في باب سري، وابتدى يدور على الباب السري ونسي ان الطريق اصلا قدامه على مصراعيه، وان هو سهل جدا يحقق اللي هو عايزه. ويمكن المشكله اللي بيقع فيها ناس كتير ان هم اصلا مش محددين هم عايزين ايه. يعني كتير مننا بيبقى بيحلم ولكن مش محدد خطواته، مش محدد الحاجه اللي مستني الفرصه تحصل فيها. ويمكن تحديد الهدف وتحديد الحلم وانتظار الفرصة المناسبة، ومش بس انتظار الفرصة المناسبة، ده انتهازها واقتناصها زي ما بنقول. وكمان ان التفكير يكون مرن، يعني هو لو كان فكر في أبسط حاجة كان لقى المخرج بتاعه، لكن هو فضل يدور ويدور على الحاجة الصعبة. عشان كده لازم التفكير يبقى فيه مرونة حسب الظروف والفرص. يعني هو لازم التفكير، وتاني حاجة أنا مش شرط إن أنا أستغل الفرص اللي بتجيلي، أنا المفروض أدور وأسعى للفرصة عشان أنا أحققها، وأخلي من الفرص العادية جدا اللي ممكن أي حد يقتنصها، ممكن أخليها فرصة عظيمة، لأن أنا بحقق فيها حلمي وبحقق فيها الهدف اللي أنا عايز أوصله أصلا، لأن لو أنا ما عنديش هدف مش هقدر أقتنص الفرصة. أكيد. أنت عارف يعني إحنا بمناسبة الأيام اللي إحنا فيها دي، يمكن عدت علينا بقالنا كام يوم الوايت فرايداي والجمعة البيضاء، والناس بتنتهز الفرصة وتجري على الحاجات اللي عليها عروض وتخفيضات علشان تشتريها. من هنا فكرة الفرصة، إن هم عارفين هم عايزين يعملوا إيه، محددين الحاجة اللي هم عايزين يشتروها ومستنيين اللحظة اللي هيبقى فيها فرصة يقدروا يشتروا الحاجة اللي هم عايزينها. ومن هنا فكرة ان انا احدد احلامي واحدد هدفي علشان اقدر استغل الفرصة اللي جاية لي. بالظبط، طالما حضرتك طالما انت محدد هدف ليك، يبقى هتقدر تستغل الفرصة وهتقدر تخلق لنفسك الهدف اللي انت عايز تحققه، اللي هو اصلا كان حلم في الاول. طالما انت بتحلم يبقى هتحقق، ويبقى ليك هدف، يبقى هتقدر تحقق هدفك وهتقدر فعلا تستغل الفرص. تمام يا وافي، طول ما انت محدد هدف انت عينك على هدفك، عينك على هدفك ومستني الفرصة تيجي علشان ما تضيعهاش من ايدك. لكن لو انت اصلا عايش بدون هدف هتسعى لايه؟ ولو الفرصة جت هتعدي من قدامك مرور الكرام، وبعد سنة سنتين ممكن تندم وتقول يا أنا لو كنت خدت الفرصة دي كان ممكن بقيت دلوقتي في مكان تاني. كان ممكن ولكن فاتت عليه خلاص. ده يخلينا نلجأ أو نروح لفكرة الندم. في ناس بتندم وبتزعل جدا ان هي ما وصلتش لحاجه معينه او ما انتهزتش الفرصه، ولكن بيتولد جواهم احساس الاحباط والياس، وبيحسوا ان انا خلاص فشلت، الفرصه دي ضاعت، مش هعرف ان انا الاقي نفسي. في حين ان هم التكرار في السعي، وان انا يعني اقول لا للفشل، انا ضد كلمه فشل، في حاجه اسمها ان انا تجربه وعدت عليا وانا اتعلمت منها وخدت منها خبره علشان لما تجيلي فرصه تانية اقدر استغلها. الاحباط والياس ده بيضيع من الواحد حلمه، بيضيع من الواحد فرصه، بالعكس ده ممكن يدمره تماما ويخليه لا هو قادر يوصل لهدفه ولا هو قادر يشوف فرصه في الحياه. ما ينفعش ابدا ان احنا يبقى عندنا احباط، حتى لو جت لنا فرصه وفاتت مننا احنا لازم نستنى الفرصة الجاية ونكون مستعدين لها أكتر من الفرصة اللي قبلها. لو فاتتني فرصة فأكيد في 100,000 فرصة جاية، ما ينفعش إن احنا نضيعها، ولازم نفضل في حالة سعي دائم ومستمر علشان نحقق هدفنا ونوصل لحلمنا. ولا إيه يا أحمد؟ أكيد طبعا، بس عايزين نتكلم في نقطة مهمة، هي إن احنا نتقبل الفشل. هل لو الواحد جات قدامه فرصة واستغلها بس ما قدرش ينجح فيها، هل المفروض إن أنا أقعد اعيط جنب الفرصه اللي ضاعت، ولا اتعلم منها عشان اقدر اشوف الفرصه اللي بعديها؟ اتفقنا مع بعض واتفقنا مع الساده المشاهدين، ما فيش حاجه اسمها فشل. انا ضد الكلمه الفشل، ده معناه ان انا
جربت 20,000 محاولة وخلاص زهقت ووصلت لمرحلة في مفيش زهقت، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. ما ينفعش ان احنا نيأس يا جماعة، احنا طول ما احنا عايشين وفينا نفس لازم نفضل في حالة سعي دائم. الفرصة لما تيجي انا مستعد لها، ما جاتش برضو مستنيها ومستعد لها. انت عارفة يا ريهام ان احيانا الفشل اللي بيقولوا عليه، اللي انا مش وافقة على الكلمة، انه ممكن يكون احباطي في عمل معين او في فرصة ما عرفتش استغلها، دي البداية الحقيقية للنجاح الحقيقي. طب احنا نحط تعريف بلاش، انت معترضة على كلمة الفشل، طب نحط ايه؟ يعني عدم النجاح، عدم توفيق. عدم يعني التوفيق. انا دلوقتي ما وفقتش في حاجة معينة، او يمكن في نقطة مهمة كمان، انا مستنية فرصة في طريق غلط مش طريقي، دي مش بتاعتي، جايلي انا حاجة تانية احلى انا مش شايفاها، علشان انا ندمان على حاجة ضاعت مني، في حين ان انا مستنية فرصة اكبر واحلى، بس انا عيني خلاص شايفاها ضيقه، فلا انا اوسع الفكر. نرجع لقصه، ده ينطبق عليه المثل اللي بيقول فكرنا، لا كمان بينطبق عليه المثل بيقول لا تبكي على اللبن المسكوب. أيوة. ما اقعدش اعيط وادور على الحاجه اللي ضاعت مني، لازم ابص قدامي، لازم اشوف اللي ضاع مني خلاص انساه ورا ظهري، اشيله من فكري ما يحبطنيش، ابتدي ادور واسعى في كل اتجاه وفي كل مجال علشان في الاخر اوصل للهدف اللي انا بحلم بيه. وكمان لازم يكون عندي مرونة في تفكيري، ذكاء في التعامل. صحيح. مع الفرصة. اليأس ده مش موجود، مش موجود في قاموسنا. ببكي على اللبن، تخيلي حد مثلا ده منه لبن قاعد بيعيط جنبه، طب لا نقوم نشوف حد تاني يشتري منه، نشوف المشكلة فين أصلا اللي حصل، لكن هفضل أعيط طول الوقت على حاجة اللي ضاعت مني، مش هبقى نفسي ومش هعرف ألاقي فرصة حقيقية، فرصة أنا استاهلها بجد. طيب الفرصة الحقيقية دي هل هي مثلا لو انا فشلت او عدم توفيق او ما نجحتش في الفرصه دي، مش يمكن انا مش موهوب في المنطقه دي، او محتاج اتدرب شويه، محتاج اثقل موهبتي شويه؟ انا في الحاله دي شايفه ان هو زي ما انت قلت يثقل موهبته لو هو مصر على الهدف ده، يعني لو هو شايف ان ده الحاجه اللي نفسه فيها لازم يحاول يتعلم يثقل موهبته، لو هي حاجة فيها موهبة، لو هي حاجة محتاجة كورسات ليه ما اخدش وليه ما سعاش وليه ما نميش نفسي وما نميش موهبتي لحد ما تجيني فرصتي واحقق اللي انا عايزه. لكن زي ما انت بتقول يا وافي ان بعد فترة ممكن الواحد يضيع سنين في حاجة وهو فعلا يكون مش موفق فيها او تكون هي مش فرصته، في الحالة دي المفترض بقى يعمل ايه من وجهة نظرك؟ انا برضو شايف ان هو لو زي ما انت بتقولي ان هو ياخد كورسات، طب ما هو ممكن يكون بيسعى او بياخد الكورس في المكان غلط. صح. مكان مش حقيقي. مؤهل او الناس اللي فيه مش مدربين انه يديله معلومات صحيحه تقدر تاهله، زي ما احنا قلنا في الاول الناس اللي بتتاجر باحلام الشباب كتير، اللي هي كتير. بتاخد منهم اللي هي بتاخد منهم مقابل مادي عشان تخليهم مذيعين او يخليهم ممثلين. لو بصيتي دلوقتي على الفيسبوك تلاقي ان بعد المسلسلات بتاعت رمضان تلاقي صفحات كتير باسماء الممثلين، وكل واحد فيهم بيكتب احنا عايزين اشتركوا معانا عشان تبقوا ممثلين. ده في حد ذاته استهلاك للمواهب. ممكن يكون فعلا الناس عندها مواهب فبتروح تقدم في الطريق الغلط. ما هو ده بقى اللي احنا بنقوله وهنرجع نعيده وهنرجع نزيده. الاول انا اعرف انا امكانياتي ايه، وقبل ما اعرف انا امكانياتي ايه انا احدد انا عايزه ايه، يعني المجال اللي انا عايزاه او اللي انا بحلم بيه حلمي ايه، وبناء عليه ابتدي اذاكر واشتغل وعلي من نفسي واقرا كتير واسال الناس اللي حواليا، اسال اهل الخبره، اسال الناس المتخصصه، الناس اللي فاهمه، بس مش اي حد اساله، اسال الناس الثقه اللي انا واثقه ان كلامهم معايا ونصيحتهم ليا، حتى لو قالوا لي لا مكانك مش هنا مكانك في حته تانية، يبقى هو ده الكلام مسلم بيه. يبقى الاول ان احنا نعمل ايه؟ خلينا نحفظ مع بعض. لا خليني في النهايه اقول ان احنا لازم ننتهز الفرص العاديه ونحولها لفرص غير عاديه عشان نقدر ننجح ونقدر نستفيد من الفرص اللي قدامنا. وزي ما بيقولوا الفرصه بنت جميله راكبه عجله بدال، شعرها بيطير قدامها بيداري علينا جمالها، والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال. دمتم بخير، للأسف حلقتنا خلصت، نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.